في غزة اشتعلت الشوارع غضبا تضامنا مع القدس في وجه محاولة التهويد والطمس، أما سماؤها فقد عبقت بدخان صواريخ المقاومة التي انطلقت العشرات منها باتجاه مستوطنات الاحتلال محملة برسائل عديدة. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الجرائم الكبيرة في مدينة القدس، لأن القدس كما قلنا في كل مرة هي خط أحمر ونشرتها يمكن أن تفجر الأوضاع. الرسائل التي أرسلتها المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية رسائل واضحة بأنه أي عدوان سيتم الرد عليه بالمثل. إعلاء الصوت دفاعا عن القدس في وجه الهجمة الإسرائيلية وحد الفلسطينيين هنا على اختلاف توجهاتهم، حيث أكدت الفصائل أهمية رص الصفوف بوجه الاحتلال أكثر من أي وقت مضى. يجب أن توحد كل الجهود من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة ومن أجل فرض معادلة جديدة في القدس لانتخاب الفلسطيني والمقدسي داخل المدينة المقدسة. مطلوب استراتيجية تديم هذا الفعل النضالي وهذا الفعل الكفاحي بشقيه الجماهيري والمقاوم المسلح، بما يمكننا من مواجهة كل إجراءات الاحتلال من خلال قيادة وطنية موحدة. وقف القدس والتهويد. ويؤكد الفلسطينيون أن معركة القدس ليست معركة اقتراع أو انتخاب، بل هي معركة وجود توجب على العالمين العربي والإسلامي التدخل نصرة لها. تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسيين، يقول الفلسطينيون إن تبعاته لن تبقى محصورة بالزمان ولا بالمكان، وما شهدته غزة الليلة يرى فيه كثيرون مقدمة لكرة النار التي تتدحرج. أحمد شردان، غزة، الميادين.